بعتبروها من الحرف اليدوية لأجلها هي بالأساس شغلة إيد يعني. العطار شغلة إيد، ما عنده معمل، ما عنده مكان هو. مصلحة العطورات قديمة جدا بمدينة دمشق، عمرها من عمر مدينة دمشق كعطورات كتركيب عطور، والمعلمين بالأساس هن بمدينة دمشق الشوخ الكار، قديمة جدا والناس بتحبها ونحن حبيناها. وبلشنا بالمصلحة من 30 سنة، مصلحة العطورات بلشنا بالجام صغير كم قنينة نبيع التولة الأزاز القديمة اللي هي طنقير، وتطورت معنا شوي شوي لصرنا نشتغل بمحل، وصرنا كسبنا خبرة أكثر. ومع الطول البني آدم اللي بيشتغل بالمصلحة وبيحبها هي خبرة شغل مو خبرة تعليم يعني، كل يوم عن يوم بتزيد فيها خبرتك. ومصلحة منحبها وحبيناها، ومصلحة جدا يعني كويسة للي بيحبها وبيعرف يشتغل فيها، وبده يكون زواق، بده يكون يعرف الروايح بذهنه، حاسة هي حاسة الشم تكون عنده يعني زيادة عن غيره لأجله، كله شم وشي حلو. ورد الياسمين يصنعوه، كان يصنع بمدينة دمشق، يطالعوا منه العطر يدويا على مبدأ الكركة القديمة. هلا من ميزات العطور او من غير الياسمين بيطلع من الخشب، بيطلع العود، في عطور تبغية نحن نذكر مثلا مثل الدزاير ومجموعة الدزاير، هاي عطور تبغية من الدخان يعني، عمليا بتطلع من نبتة الدخان، من الصنوبر بيطلع اغلب اللي بالطبيعه، الخضار اللي بالطبيعه اغلب العطور بتطلع بالاساس منه يعني، الخامه الاساسيه من هذا الترتيب. وبعدين لمعلوماتك ال100 دلم ياسمين بيطالعوا كيلو زيت يعني، 100 دلم ياسمين بتزرعه كل السنه لتقيم الورده تبعه لتطالعه خامه بيطلع منه كيلو زيت اسانس خامه، هذا ما للعطر، هذا خامه للمعامل للشركات. فكتير اغلب الخضار الموجود الصنوبر التبغ الخشب مثل الكاردينيا مثل الزيزفون، هذا كله في عطر منه بيطلع منه خامة عطر، الخامة الأساسية مو زيت اللي عم تشتغله، تطلع الخامة للمعامل للشركات اللي بفرنسا واللي بألمانيا بيصنعوا، بيجي هذا الزيت اللي عم يشتغل فيه بعدين. الحرب صار الطلب عليها أكثر لأجل فرق السعر الدولار والغلا، الناس ما عادت حسنة اشتريت القنينة الأصلية، فالناس صارت تتجه على تركيب العطور أرخص، وقام ياخدوا تقريبا إذا العطار معلم ومن خبرة ومصلحة بيعطيك نفس الترتيب نفس الأورجينال الأصلي يعني. اليوم الأورجينال الأصلي غالي جدا، والتركيب عم يعوض أنه عم تأخذ قطعة أنت بسعر معقول جدا وجيدة جدا، إذا العطار بده يكون اللي عم يعبي معلم ابن مصلحة يعني ابن كار، ما يكون متعدي على المصلحة تبعه.